حياكم الله، معاكم أخوكم حسين الخادم من شركة الخالد أوتو. اليوم معانا سيارة مميزة اللي هي جي 50، ماكينة 1500 سي سي، نظام تيربو 167 حصان، والجير ما يحتاج زدف يعني طير، وسبع سرعات يعني مرتاح. خلينا نشوف السيارة من داخل. عند الباب كاربون فيبر يعطي جمالية حق السيارة، وأربع سويتشات توماتيك حق الجام، ومن داخل شاشة إلكترونية مع شاشة عرض 12 إنش. نشوف صندوق السيارة، سيارة سبع مقاعد، ونقدر نستفيد من هالمكان بكل سهولة. صارت عندنا مساحة عودة حق الأغراض، حق الكشتات، حق المدارس، حق العيال، أي شيء تحتاج قد تخزن في السيارة. وزيدكم من الشعر بيت، بانوراما، تكييف مركزي، فول إيرباك سيفتي. حياكم الله معرضنا الخالد أوتو، شارع كندي دراي، مقابل جراج الربيع. في مال الله.